السلام عليكم. هذا الفيديو هو لمحبي ومتابعي الزراعة لنباتات الزينة. طبعا اللي يحب يزرع، فالزراعة بالشهر التاسع هو من أفضل الأوقات بالنسبة للزراعة، لأن مثل ما تعرفون في بداية الشهر التاسع راح تبدأ الحرارة بالانخفاض، فيعني تقريبا جميع النباتات تتحمل وتنمو بهذا الشهر اللي هو شهر التاسع، ويستمر بالنمو ايضا. يعني عندنا الشهر العاشر وشهر ال11 وشهر ال12 ايضا درجات الحرارة يعني ضمن المعقول وضمن الحدود اللي تنمو وتزهر به نباتات الزينة. طبعا هنا هذه المواد اللي زرعتها، يعني النباتات اللي زرعتها هي مثل ما تشوفون هسه عندنا كان بالبداية اللي هو شب الليل، هذا طبعا هذا القرنفل، هذا عمر البذرة 5 أيام، هذا القرنفل موزع على الصنادين، هذا ورد الصباح، وهذا هو شب الليل. طبعا ورد الصباح أنا زارعه قبل يعني قبل شهر ونص إلا شهرين، إلى حد الآن اكتمل. هذا هو شب الليل، راح يكتمل إن شاء الله خلال هذه الفترة لأن الأجواء مناسبة كلش إله. وهذا هو ورد الصباح مثل ما تشوفون. طبعا ورد الصباح ينطي وردتين بمكان واحدة بعقدة واحدة، لأن منطيه سماد للتزهير، يعني منطيه سماد عالي الفسفور، فهذا السماد عالي الفسفور يحفز الأزهار على النمو بكثافة. طبعا أزهارة جميلة وحلوة وتنطي منظر جميل خصوصا من تفتح بالصباح. هذا هو القرنفل، إن شاء الله راح نصور بعد ما تكمل البادرات بالنمو ونعرضها لكم إن شاء الله. هذا الفلفل مثل ما تشوفون، وهذا هو القرنفل. إن شاء الله استفاديتم من هذا الفيديو، أشوفكم في فيديو قادم على خير، مع السلامة.